لو انت من مواليد اواخر الثمانينات اوائل التسعينات كده، يبقى الحلقه دي هترجعك لذكريات رعب الطفوله، رعب من كائن مفترس قعد المصريين في بيوتهم ونايمهم من المغرب. وحش ما بيصطادش ضحاياه كده عادي، لا، انما بيوقعهم بذكائه والعيبه اللي ما بتخلص. فاحنا النهارده هنحكي اصل حكايه السلعوه. قبل سنة 1996 كانت الأهالي بتخوف عيالها إنهم ما يفتحوش الباب لأي حد غريب، لأن ده غالبا حرامي وهيخطفهم. لكن سنة 96 جت ومعها رعب من نوع مختلف، بقت الأهالي وعيالها خايفين يفتحوا الباب لأي حد غريب لس العوة تهجم عليهم وتاكلهم. طبعا جيل الألفية التالتة وما بعدها قاعدين دلوقتي بيضحكوا وشايفين الكلام ده كله هبل، وحقهم بصراحة، ما هم عاشوش سسبنس حلقة أستاذ مفيد فوزي بتاعت حديث المدينة عن هجمات السلعوة. لكن بعيدا عن الهزار، سنة 96 حصل فيها هجمات شرسة لكائن متوحش كان معروف بس في الريف أو الصعيد. الهجمات دي حصلت في قرية أرمنت التابعة لمحافظة الأقصر. الناس هناك اتفاجئت بكائن شبه الكلب، لكن جسمه رفيع وودانه طويلة ورجليه اللي ورا أطول من رجليه اللي قدام، بيهاجم الناس اللي كانت بتمشي لوحدها متأخر، وما كانش بيهوهو زي الكلب، وما كانش بيهجم على الإيدين والرجلين، كان بينط ويعض على طول في الوش أو في الرقبة، يعني كان بيهاجم علشان يقتل. وقع ضحايا كتير من القرية للأسف، وكان فيهم أطفال، ده غير الإصابات الكتير. حاول الأهالي يصطادوه، لكن السلعوة غير الكلاب ما بتخافش، كانت بترد هجوم الأهالي عليها بهجوم أشرس. الهجمات زادت والسلعوة أعدادها كترت، وابتدت تظهر حوادث تانية في محافظات تانية من الجمهورية، والناس خافت وقفلت على نفسها البيوت وفرضوا على نفسهم حظر تجول. لكن السلعوة شرستها ما هديتش، وتسجلت حوادث لمهاجمتها لبعض العائلات في قلب بيوتهم. المهم ان قصة السلعوة دي خلصت لما السلطات المصرية ابتدت تصطادها وقضت عليها. اتكررت هجمات السلعوة تاني على مدار السنين، لكن ما كانتش بشراسة هجمات 96، وممكن ببحث بسيط انكم تراجعوا الحوادث دي، لكن خلوا بالكم لان صور الضحايا قاسية شوية، ربنا يعافيهم كلهم. المصريين بقى ما سابوش موضوع زي موضوع السلعوة ده يعدي كده من غير التحبيش بتاعتنا. قالوا لك خلي بالك، السلعوة بتخبط على الباب بالليل وتقلد صوت حد من اهل البيت، واول ما يفتحوا لها الباب تهجم عليهم وتاكلهم. خلي بالك لو قابلتك ست حلوه كده وشيك في طريق مقابر او طريق مقطوع وقالت لك معلش والنبي وصلني، خلي بالك دي سلعوة وهتهجم عليك وتاكلك. وانا بعمل اعداد للحلقه دي كنت متصور ان القصص دي جت اصلا من مهاجمه السلعوة للناس في البيوت والناس على الطرق المهجوره وتواجدها كتير يعني في منطقه المقابر، لكني لقيت أساطير مصرية قديمة لها علاقة بالسلعوة من الستينات. الأسطورة بقى بتقول إيه؟ الأسطورة بتحكي عن فلاح مصري اتجوز واحدة ست جميلة جدا وعاشوا في سعادة وهنا وخلفوا محمد ومحمدين. العيشة ما بينهم كانت زبادي خلاط ما عدا حاجة واحدة بس، الرجل الفلاح ده كل ما يجي ينام ومراته تنام جنبه يحس بيها بتقوم من جنبه بالليل. بس كراجل مصري يعني اصيل مش هيصحى من نومه ويشوف في ايه، اكيد يعني بتعمل حاجه في البيت ولا بتشوف العيال ناموا ولا لا كده. بس في يوم الراجل قلق بعد ما مراته قامت من جنبه في عز الليل وقرر انه يخرج وراها. لقاها خرجت من البيت ومشيت شويه لحد ما قابلت اختها، والاتنين خدوا بعض وطلعوا على منطقه المقابر. كل ده وجوزها بيراقبها ومستغرب جدا، ايه اللي مودي مراتي المقابر في نص الليل؟ مراته واختها اول ما وصلوا منطقه المقابر ابتدوا يتحولوا، جسمهم رفع ودانهم طولت، بقهم طلع لبره وانيابهم ظهرت، نزلوا على ايديهم ورجليهم، باختصار اتحولوا لسلعوة. وسمع اخت مراته بتقول لمراته بلاش نبدا بالقبر ده عشان الجثه اللي فيه تقيله ومحشوره في القبر. فمراته ردت على اختها لا يا اختي عادي، احنا نقطم رقبته ونسحبه بره القبر هيطلع عادي. الراجل سمع البق ده من هنا خد ديله في اسنانه وجري على البيت، دخل تحت الحاف وهو بتنفض ومش عارف يعمل ايه. بعد شويه دخلت عليه المدام بعد ما رجعت لطبيعتها وقالت له ايه يا حبيبي مالك صاحي كده وبتبص لي وبتتنفض، ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ الراجل قال لها لا ولا حاجه حبيبتي، شفت كابوس بس، لو سمحت يا حبيبتي كده تطلعي تجيبي لي كوبايه ميه من الزير. فمراته قالت له معلش يا حبيبي اصلي بخاف اطلع عامله من الزير بالليل علشان الميه كده بتعمل صوت بيخوفني. الراجل قال لها لا يا شيخه، ايش حال ما كنتيش لسه قايله لاختك نقطم رقبه الراجل علشان نطلع جتته.
هنا مراته تحولت وعينيها بقت بتطلع نار من الغيظ، وقالت له انت كنت بتراقبني وعرفت سري، ده لولا محمد ومحمدين انا كنت عملتك شوربة. وسابته مراته وهربت مع اختها من القرية كلها، وولاد الست دي سموا نفسهم ولاد السلعوة. اسطورة لطيفة، بس بشوية تدوير كده لقيت ان السلعوة مشهورة قوي بقصص تانية برا مصر، بس اسمها بيتغير شوية، يعني بتبقى السعلو او السلعاه، وليها قصص من فلسطين وبلاد الشام والحجاز. يعني في قصة مثلا عن ست سمعت البقرة بتاعتها بتضحك وخافت منها جدا وطلبت من جوزها انه يذبحها، فرفض، فراحت سايباله البيت وقال له انا عند اهلي. في نفس الليلة الراجل لقى البقرة دخل عليه البيت وهو لوحده، وقالت له اهلا اهلا اخيرا اخيرا معاد العشاء جه، وتحولت لسلعوة وكلته. قصة تانية عن اتنين ستات اتفقوا يخرجوا في الفجر يلموا الحطب، بس لما خرجوا واحدة منهم لاحظت ان صاحبتها بتتصرف بغرابة واخدها كده في حتة مقطوعة، فسهتها وهربت، وهي بتهرب شافت صاحبتها بتتحول لسلعوة. بس في وسط القصص دي كلها بقى في قصة عربية قديمة ليها مصادر عايشة لحد دلوقتي. القصة بتحكي عن راجل عربي عاش زمان اسمه عمرو بن اليربوع التميمي. الراجل ده عجبته بنت حلوة قوي وراح يخطبها، فأهلها قالوا له هي مش بنتنا، احنا مربيينها بس وملناش طلبات يا سيدي، إلا طلب واحد، اوعى تشوف البرق، لو شافت البرق هتهجرك وتسيبك. عمرو وافق وتجوز البنت وخلفت له ولاد كتيرة صبيان، وفعلا كانت كل ما تقوم عاصفة يروح عمرو مغطي مراته بكل حاجة في البيت علشان ما تشوفش البرق. لكن في يوم نسي ومراته شافت البرق، راحت فجأة خرجت من البيت وطلعت تجري. عمرو طلع يجري وراها ويسألها في ايه بتهربي ليه، فمراته وقفت وبصت له وقالت انا سعلا يا سي عمرو، سلعوة يعني يا اخوي، وبصراحة البرق لما نور نور من ناحية بلد اهلي السعالي، فانا حنت لهم فهروح، خلي بالك من العيال يا سي عمرو، خلي بالك من العيال. واختفت الست وما تشافتش تاني، والقصة دي وصلت لنا على هيئة أبيات شعر بتوصف ولاد عمرو بن اليربوع إنهم ولاد السعلاء. وابن دريد في كتاب الاشتقاق بيقول إن أحفاد عمرو بن اليربوع حضروا الإسلام وفي منهم عاش لعهد معاوية. والسعلاء في اللغة العربية يعني أنثى الغول أو ساحرة الجن، والقزويني قال عليها إنها نوع من الشياطين بتغوي الرجالة وبتاكلهم في المقابر وما يقدرش عليها غير الذئب، وفي وصف شبه ده في اساطير بلاد الرافدين. ما اقدرش اتكلم عن السلعوه من غير ما اتكلم عن انوبيس حارس الموتى في الميثولوجيا المصريه. المصريين شافوا ابن اوى بيطوف في المقابر فعملوا منه اله بيحمي الموتى. طب راي العلم ايه في موضوع السلعوه ده؟ الدكتور فيصل شرف نقيب البيطريين سنه 2020 قال ان مفيش حيوان اسمه السلعوه، لكن الكائن اللي بنشوفه ده نتيجه عمليه تزاوج بين كلب وثعلبه او كلب وذئبه او كلب وبنت اوى. المهم ان السلاله اللي بتيجي دي غالبا بتبقى مصابه بسعار، وشكلها وصفاتها بيتغيروا بحسب الاب والام، يعني بتاخد حجم الكلب وقوته على خفه الثعلب، شراسه الذئب، او اكل لحم الميت زي ابن اوى. بس أشرى السلالة على الإطلاق هي اللي ناتجة عن عملية تزاوج ذئب مع ثعلب، وغالباً ده كان الكائن المسؤول عن هجمات 96. ودي كانت حكايتنا النهاردة عن السلعوة. يلا قولوا لنا رأيكم فيها في التعليقات، وشير حلو وظريف كده للحلقة، واستنونا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد في حلقة شعبية ظريفة لذيذة خفيفة من أصل الحكاية.